بسم الله الرحمن السلام على المبعوث رحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فقال: ويستحب له أن يتنفل بأربع ركعات يسلم من كل ركعة من كل ركعتين، لقوله عليه الصلاة والسلام: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. رواه الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ويستحب استحبابا أكيدا، يعني مندوب مؤكد عندنا، يستحب له استحبابا أكيدا، لأن الصلاة قبل الظهر والصلاة بعد الظهر والصلاة بعد المغرب وبعد العشاء ركعتين، هذه المستحبات مستحبات مؤكدة ينبغي للعبد أن يحافظ عليها. وفي مذهب الشافعية أنه ربما يحاسب الإنسان على تركها، ربما يعني من كثرة تأكيدها ربما يحاسب الإنسان على تركها. وبعضهم يقول إنه يمكن أن يعاتبه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا عاتبه فيها تساقط لحم وجهه حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للإنسان أن يراعي هذه الأشياء وأن يحافظ على هذه النوافل المؤكدة، يعني مش سنة مؤكدة كما يطلق كثير من العلماء عليها سنة، لأن احنا عندنا في تفرقة بين السنة وبين المندوب، إلا أننا نقول إن هذا مندوب مؤكد. مندوب مؤكد يعني لا ينبغي للإنسان أن يتركه وينبغي عليه أن يحافظ عليه. نعم، يصلي أربع ركعات قبل الظهر وأربعا بعده، يصلي ممكن أن يقتصر على ركعتين وركعتين، لأن ورد برضو حديث في صلاة ركعتين وركعتين، إذا كان أربع ركعات سيكون فيه مشقة عليه فإنه يصلي ركعتين ويصلي ركعتين، وطبعا لا أقل من ذلك، يعني لا أقل من أن يصلي ركعتين قبله وركعتين وركعتين بعده. الشيخ هنا لم يتكلم عن الركعات التي بعد التي قبل الظهر. شوف كده قال إيه هنا عندك تاني: ويستحب له أن يتنفل بأربع ركعات يسلم من كل ركعتين، لقوله عليه الصلاة والسلام: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. رواه أحمد. في قوله بأربع ركعات يسلم كأنه يرد على مذهب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، لأن مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه أنه لا يسلم من كل ركعتين، نوافل النهار يصلي أربعا لا يسلم بينها. نعم، ليست مثنى عنده لأنه من صلاة النهار، وأما صلاة الليل عنده فهي مثنى لأنه بيحمل الحديث على ما ورد فيه، ولكن العلماء الآخرين يجعلون صلاة النهار قياسا على صلاة الايه؟ على صلاة الليل، فيقولون إن صلاة النوافل كلها الإنسان يسلم فيها من كل ركعتين، سواء كانت في صلاة النهار أو كانت في صلاة الايه؟ أو كانت في صلاة الليل، لكن أبا حنيفة رضي الله عنه يقول: يصلي أربع ركعات كاملة لا يسلم ايه؟ لا يسلم بينها. خلاص. طيب، هو لم يحدد الشيخ هنا أربع ركعات متى، لم يحدد ولم يقل قبل الظهر ولا بعده، لكن رأيت في شرح العدوي عشية العدوي أنه قصرها على بعد الظهر، وقال لأنه يريد أن يفصلها عن العصر، فإن صلاة العصر لا نفل بعدها،
وإنما الصلاة النفل قبلها، صلاة العصر النفل قبلها، وصلاة الظهر النفل إيه؟ قبلها وبعدها الاثنين. فهو نبه على ما يكون بعدها حتى تقارب صلاة العصر، لأن صلاة العصر يصلي قبلها ولا يصلي إيه؟ ولا يصلي بعدها. نعم. رواه أحمد وأصحاب السنن، وقال الترمذي حسن صحيح غريب. رواه أحمد في مسنده، وأصحاب السنن الأربعة أبو داود وابن ماجه والنسائي أو النسائي والترمذي رضي الله تعالى عنه. طبعا أبو داود أكثر كتابه فقه كما نعلم، ومسند أحمد كتابه مليء بالفقه وبغيره، والترمذي كتابه كذلك مليء بالفقه وبإيه؟ وبغيره، ولكن الترمذي رضي الله تعالى عنه يتميز عن هؤلاء بأنه يبين بعد أن يشرح، بعد أن يذكر الحديث، يبين من أخذ به من العلماء، ويبين مذهب العلماء في الأخذ بهذا الحديث، ثم يذكر درجة الحديث. ولذلك قيل من كان الترمذي عنده كأن عنده نبي يتكلم، كأن عنده نبي يتكلم. فمن أجل ذلك كتاب الترمذي كان يعني أقعد من حيث التنبيه على الحديث، من حيث التنبيه على الحديث. وسنن ابن ماجه كذلك، إلا أن هذه الكتب كلها اللي هي السنن دي الأربعة فيها ما هو صحيح، وفيها ما هو حسن، وفيها ما هو ضعيف. في هذه الكتب ما هو إيه؟ ما هو ضعيف، لكن لا ترقى إلى درجة الصحيحين. بعض العلماء فعلا يوازن بين بعض الكتب ككتاب الترمذي والصحيحين، وبعضهم يوازن بين أبي داود وبين الصحيحين، ولكن في الحقيقة كتب كتاب الصحيحين هما الكتابان اللذان تلقتهما الأمة بالقبول، وأحاديثهما كلها صحيحة، حتى البلاغات، حتى المعلقات، وإن تكلم فيها بعض المتكلمين، إلا أن الحمد لله سبحانه وتعالى الحافظ ابن حجر وغيره والمناوي وغيره وصلوها كلها، فوجدوها صحيحة، وجدوها كاملة الصحة، وجدوها صحيحة، فلا يسع أحد أن يتكلم في الصحيحين. هنا يقول رواه أحمد وأصحاب السنن، يقول حديث، ها، وقال الترمذي حديث إيه؟ حسن صحيح غريب. حسن صحيح غريب. نحن قلنا في الأسبوع الماضي أن الحديث إن كان فردا، يعني له طريق واحد أو له سند واحد، فإن سنده رجال السند دول إذا بلغوا درجة رجال الحديث الصحيح قيل عنه إنه حديث صحيح، وإذا تردد في بعضهم فلم يبلغ درجة الصحيح لكنه كان مقبولا في روايته قيل عن الحديث إنه حسن. وعلى ذلك ينبغي أن يقال حديث حسن أو صحيح، فيؤتى بأو، ولا يقال حديث حسن صحيح. طيب إذا كان الحديث ليس فردا، يعني له طريقان أو له طرق، فما كان منها واصلا لدرجة الصحيح كان الحديث صحيحا من هذا الوجه، وما كان منها غير واصل لدرجة الصحيح ولكنه مقبول كان الحديث حسنا من هذا الوقت. فعلى ذلك يجوز أن يجمع بين الطريقتين ويقال حديث حسن صحيح، حديث حسن صحيح، حسن من جهة، صحيح من جهة أخرى، لأنه مدام له سندان أو له طريقان أو له روايتان مثلا، فينظر إلى طريقه هذا، هل رجاله رجال الصحيح، يعني بلغوا درجة الصحيح فيقال عنه حديث صحيح. ومن نفس الحديث له طريق آخر
فينظر إلى رجال الطريق الآخر، فإذا قصروا عن رجال الصحيح، عن الرجال اللي هم في درجة الصحيح مثلا، ولكن في قبول في رجالهم، ليس فيهم جرح وكذا وكذا، ولكن ليس له شروط الصحيح، يقال عنه إنه إيه؟ إنه صحيح. خلاص كده؟ يبقى إذا لما يقال حديث حسن أو صحيح يبقى لازم الطريق من ناحية واحدة، لكن لما يقال حديث حسن صحيح يبقى إيه؟ له طريقين أو أكثر من طريق. خلاص؟ طب فإذا قيل إنه حديث حسن صحيح غريب، يبقى كده عرفنا حديث حسن الصحيح. قال لك ننظر إلى حديث حسن صحيح غريب. أم قال لك غريب هو الذي يكون من رواية الزهري وحده، إمام الزهري وحده رضي الله تعالى عنه، إذا روي عنه وحده فقط يقال عنه إنه إيه؟ إنه غريب. يعني قد يكون الحديث واحد حسن صحيح غريب لأنه مروي من رواية مين؟ الزهري وحده، والزهري ده طبعا يعتبر من التابعين، من التابعين أو من تابع التابعين يعني مثلا. فإذا كان هو روي عنه وحده يقال عنه إنه مين؟ إنه غريب. وإن كان اصطلاح المحدثين يقولون إيه؟ ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط، وقل غريب ما روى راو فقط، ما فيش مشاكل. إن يكون رواية الزهري جعلوها مقياسا أو جعلوها معيارا، فمن روي عنه فمن رواه من طريق الزهري فقط يقال عنه إنه إيه؟ غريب، حتى وإن كان فوق تلك الرواية حسن، أو إن كان فوقها إيه؟ صحيح. مفهوم؟ هذه معنى الكلام. الزهري هو ممن يجمع حديثه. نعم. الزهري هو ممن يجمع حديثه. نحن نتكلم عن من روى عن الزهري. الراوي الذي روى عن الزهري. نعم. أي. وما ذكره من أنه يسلم من كل ركعتين هو المذهب في كل نافلة. نعم. ويستحق له أي للمصلي مثل ذلك التنفل بأربع ركعات بعد صلاة الظهر أن يتنفل بأربع ركعات قبل صلاة العصر. نعم. لما صح أنه عليه الصلاة والسلام قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربع. رحم الله دعاء منه صلى الله عليه وسلم، يعني جملة دعائية خبرية، يبقى دي إنشائية إيه؟ معنى خبرية لفظة، ولكن دعاؤه صلى الله عليه وسلم مقبول. يعني لما يقول رحم الله يبقى دعاؤه ايه؟ دعاؤه مقبول. خلاص. يصلي اربع ركعات قبل الايه؟ قبل العصر، ولكن لا صلاه، لا نفل بعد صلاه العصر. فان ورد ما ظاهره انه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر، فذلك محمول على أنه يعني كانت سنته صلى الله عليه وسلم أن يصلي قبل العصر أو يصلي بعد الظهر، ففاتته مرة فصلاها فقضاها، وقد تتكرر عليه صلى الله عليه وسلم تلك المسألة لأنه كان مشغولا بأمور الأمة أو مشغول بوفد كان معه كان يأتيه صلى الله عليه وسلم، فقد تفوته الركعتان. وكان من عادته عليه أفضل الصلاة والسلام، ومن رحمته بأمته أنه كان إذا أتاه آت قصر صلاة النفل وأقبل عليه يسأله حاجته، فربما انشغل صلى الله عليه وسلم بوفد أتاه أو بآت أتاه أو بأمر من أمور الأمة فأخر الركعتين فصلاهما. وورد ذلك أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت لجاريتها حين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد العصر، سلي رسول الله عن هاتين الركعتين. يعني معنى أنها تسأل أن الأمر إيه؟ غريب، لأن الرسول نهى عن الصلاة بعد الإيه؟ بعد العصر.
فوقفت الجارية بجنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انفتل من الصلاة سألته فبين لها أنهما الركعتان بعد الظهر شغل عنهما فقضاهما بعد العصر صلى الله عليه وسلم. وهذا القضاء أيضا من خصوصياته في مذهبنا نحن المالكية، إن ده من خصوصياته، لأن عندنا إحنا إذا فاتت النافلة فلا قضاء فيها إلا في ركعتي الفجر فقط. إذا فات ركعتي الفجر الإنسان قبل الشمس جاز له أن يقضيهما إلى الزوال، وأما ما عدا ذلك فلا قضاء، فلا قضاء خلاص. فإذا تلك خصوصية. قالت عائشة: إن معاشر أهل البيت إذا، أو كما قالت رضي الله عنها: إذا فعلنا شيئا أثبتناه، يعني إذا تنفلوا بنافلة أو فعلوا صدقة أو فعلوا أو فعلوا، يستحون من الله تعالى أن يقطعوا هذه المسألة، فإن فاتتهم قضوها، وتلك خاصة بالنسبة لهم. أما نحن وأما الشافعية رضي الله عنهم فقالوا بقضاء النوافل التي تفوت، لا مانع للإنسان يقضي النوافل التي تفوت، وعندنا المالكية لا قضاء عليه فيها. إذا ما يشيع في هذا العصر من أن كثيرا من المتنطعين يقولون أن ركعتين بعد العصر وإن كذا وكذا، غفلوا عن السبب في هذه المسألة. نعم. قال: ويفعل في صلاة العصر كما وصفنا في صفة الظهر سواء. نعم. لا يستثني منه شيء. لا يستثنى منه شيء. نعم. إلا أنه يقرأ في الركعتين الأولتين مع أم القرآن بالقصار من السور مثل والضحى. وإنا أنزلناه ونحوهما. قالوا: لو افتتح طوال المفصل في العصر، يعني هو يقرأ بقصار المفصل، فلو افتتح الطوال تركها ورجع إلى القصار. لو افتتح سورة طويلة في العصر يتركها ويرجع إلى مين؟ إلى القصار. ولكن افرض أنه افتتح واستمر، ماذا يكون من أمره؟ صلاته صحيحة ولا شيء عليه. نعم. نعم. لا يصلي لو أراد أن ما كانش فيهم حد صلى، يجوز لهما أن يصلي يا جماعة. تنفل قبل الفرض أم يدخل في الفرض على طول؟ يدخل في الفرض على طول، الأحسن أنه يدخل في الفرض على طول، وإن أمهل بعضهما للتنفل جاز لهما ذلك. مولانا في المسجد هل يجوز الجماعة بعد الأولى؟ للإمام الراتب لا، والجماعة أثناء الجماعة لا، ولكن لنفرض أنه صليت الجماعة الأولى وقم جماعة تانيين وما فيش جماعة تانية مقامة، يصح له أن يجمع، لا شيء في ذلك. إنما يجمع والجماعة الأولى شغالة لا، أو الإمام الراتب يجمع مرتين لا، أو هو يكون صلى جماعة ثم يجمع ثانيا على المذهب لا. فهمت؟ لا يحتاج إلا إذا كان الإمام الراتب لم يجمع بعد، يحتاج إلى إذن. وأيضا إذا كان الإمام الراتب له موعد يأتي فيه فتأخر الإمام الراتب صح لأي إمام أن يجمع. إنما لو الإمام الراتب بيجي مثلا الساعة 7 ولسه الوقت 7 إلى 5، لا ينبغي لأحد أن يتقدم عليه. خلاص؟ قال: ولما كانت صفة القراءة في المغرب مخالفة لصفة القراءة في الظهر والعصر لاشتمالها على السر والجهر، أتى بأما الفاصلة فقال: وأما المغرب فنجهر بالقراءة في الركعتين الأولتين منها فقط، ويسر في الثالثة، وهذا مما لا خلاف فيه، ويقرأ في كل ركعة منهما في أي الأولتين بأم القرآن وسورة من السور القصار، لأن العمل استمر على ذلك.
استمر على ذلك. نعم شوف كده هيقول حاجة تانية. نعم. وما روي بخلافه دم أول. ما روي بخلافه يعني أنه ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالأعراف قسمها على المغرب، صلى بنصفها في الركعة الأولى وبنصفها في الركعة أو بجزء منها في الركعة الأولى وبجزء منها في الركعة الثانية. طيب لماذا المغرب يقصر فيها؟ قال لأن وقتها الوقت الاختياري قليل، فحتى لا يخرج وقتها فحينئذ يقرأ فيها بقصار المفصل، وقد استمر العمل على ذلك. استمر عمل أهل المدينة، ما دام قال استمر العمل على ذلك يبقى استمر عمل أهل المدينة على أن المغرب يقرأ فيها بقصار المفصل. لكن المحدثون وأهل الحديث وبعض الناس اللي بيتكلموا زي ابن القيم وغيره يقولون من قال إن السنة أن يصلى في المغرب بقصار المفصل فقد أخطأ، لأن عادة رسول الله والصحابة أنهم كانوا يقرؤون بالقصار المفصل وبوسطها وبطوالها أيضا، واستشهدوا بحديث صلاته صلى الله عليه وسلم بالأعراف وصلاته صلى الله عليه وسلم بالمرسلات، قالوا وكانت قراءته بالمرسلات قبل وفاته بقليل صلى الله عليه وسلم، فمعنى ذلك أنه كان لا يؤقت فيها توقيتا في القراءة، وأنه كان يصلي بالقصار المفصل ويصلي بطوالها ويصلي بأواسطها وهي ككل الصلوات. فعلى ذلك قالوا إن من خصها بالقصار بحيث لا ينبغي له أن يقرأ فيها طوال المفصل فهذا خلاف السنة، هم يقولون ذلك. وعلى كل حال فالشيخ هنا يقول إن العمل استمر على أنه استمر العمل، يعني عمل أهل المدينة والصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقرأوا بقصار المفصل. لكن إحنا لا نقول إن قصار المفصل فينا سنة بحيث لو خالفه يحرم عليه ذلك أو يكون مخالفا للسنة. فإذا قرأ بأي صورة في المغرب بشرط أن يكون من وراءه يطيقون ذلك التطويل ويرضون به، أو أن يكون يصلي لنفسه أو بجماعة مخصوصين أو معينين، خلاص فذلك جائز إن شاء الله ولا شيء فيه. وقالوا إن ما ورد من أنه صلى الله عليه وسلم قد قرأ بالأعراف قالوا مؤول. مؤول يعني إيه؟ مؤول بأنه كان يصلي بجماعة يرضون صلاته ويرضون منه الإطالة صلى الله عليه وسلم، خلاص كده؟ وهذا في الحقيقة ليس تأويل، هذا ليس بإيه؟ ليس بتأويل. فعلى كل حال إذا قرأت بقصار المفصل جاز، وإذا قرأت بطوالها أيضا يجوز، والصلاة إيه؟ والصلاة صحيحة. نعم. قال ويقرأ في الثالثة بأم القرآن فقط. نعم. بسكون الطاء لأنها بمعنى حسب. نعم. وإذا كانت بمعنى الضم فهي مضمومة الطاء، ويحتمل أنه احترز به عما يقوله ابن عبد الحكم وغيره أنه يقرأ مع أم القرآن سورة، وإذا رفع رأسه يقرأ مع أم القرآن سورة، وده مذهب الإمام الشافعي أنه يقرأ في الركعتين الأخريين يقرأ سورة فيهما، أو في المغرب يقرأ سورة، ولكن الصحيح أنه يقرأ في الركعتين الأوليين يقرأ الفاتحة أم القرآن وسورة، ويقرأ في الأخيرة أم القرآن فقط، والأوليين جهرا والأخيرة سرا على ما هو معروف طبعا. نعم. قال وإذا رفع رأسه من سجود الركعة الثالثة يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ده آخر صلاة. نعم. ويدعو وبعد ذلك يسلم. نعم. يسلم على الصفة المتقدمة. ويستحب له أن يتنفل بعدها، أي بعد صلاة المغرب، بعد أن يفرغ من الذكر عقلها. نعم. بركعتين لفعله عليه الصلاة والسلام ذلك. نعم.
وما زاد على الركعتين فهو خير له. طبعا الركعتين مستحب بمؤكد كما قلنا قبل ذلك، واما ما زاد على الركعتين فليس بمستحب مؤكد، ليس بمستحب مؤكد، بل هو مجرد يعني ايه زياده في الثواب، زياده في الثواب وزياده في الاجر ان فعله الانسان. نعم في البيت يصلي في البيت. نعم المغرب يصلي في البيت، الركعات التي في المغرب يصليها في البيت، حتى قال بعضهم يصلي 6 ركعات بعد المغرب، ومن صلى 6 ركعات حرم الله جسده على النار، وهذا حديث فيه كلام يعني. نعم برضو في البيت، وقيل في المسجد يعني، ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد، وورد أنه كان يصلي في البيت. نعم فهو خير له لقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وإن تنفل بعدها ب6 ربيعات فحسن، أي مستحب لقوله صلى الله عليه وسلم من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم بينهن بسوء أعدلنا له عبادة 210 سنة. الرواية في صحيح ابن خزيمة عدلنا عبادة كذا، عدلنا له دي فيها كلام، يبقى عدلنا عبادة كذا خلاص. وبناء على ذلك بعض العلماء ضعف هذا الحديث، قال إنه في ضعف، وعلى كل حال الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، فإن أردت أن تعمل به فلا شيء عليك في ذلك. يا مولانا الستة مع الاثنين أو الستة أو الستة كله؟ كله. نعم رواه ابن خزيمة في صحيحه والترمذي وفي معجمات الطبراني مرفوعا من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر. زبد البحر، البحر يعني الرغوه التي تكون على الماء، وانظر كثرتها، شوف الميه لما يكون لها رغوه كده اهو، الميه بتاعت النيل، نهر النيل ولا البحر ولا كذا، ويكون لها رغوه عظيمه كده فوق الماء، طبعا هذا كثير جدا. فيقول ولو كانت مثل زبد البحر، يعني مبالغة في الكثرة، حتى ولو كانت كثيرة جدا. هذا بالنسبة للصغائر كما قال العلماء، لأن الكبائر لا تغفر إلا بالإيه؟ إلا بالتوبة. وبرضه عفو الله سبحانه وتعالى لا حجر عليه، يعني لا مانع إنه ممكن يغفر من الكبائر ما شاء سبحانه وتعالى، إلا أن الكبائر اشترط فيها التوبة. نعم قال والتنفل بين المغرب والعشاء مرغب فيه. قال الغزالي سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فقال الصلاة بين العشاءين. تتجافى جنوبهم عن المضاجع أي ترتفع وتنبو عن أماكن النوم، فلا ينامون في هذا الوقت، لأنهم قالوا إن النوم بعد المغرب يسمى نوم الغافلين، ونحن قلنا ان فيه صور النوم، ما اعرفش قلناها هنا ولا ما قلناهاش، صور النوم له صور، لان النوم فيه اوقات يكون محمودا واوقات لا يكون محمودا فيها، فمثلا النوم بعد الفجر من الفجر الى طلوع الشمس هذا نوم الشؤم ومحق البركه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى فاطمة نائمة بعد صلاة الفجر يقول قوم اشهدي رزق ربك فإنه يقسم الآن، فبعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس تقسم الأرزاق، فيكره للإنسان أن ينام، وإن وجدت إنسانا نائما في هذا الوقت فيستحب لك أن تنقذه، ما تخليش حد نايم في ذلك الوقت لأنه نوم شؤم. والرسول يقول بارك الله لأمتي في بكورها. طيب والنوم بعد الظهر في القيلولة سنة إن استعين به على قيام الليل في أمر حلال، أما إن كان ينام كسلا عن واجب له أو نحو ذلك فلا يعد من السنة. يبقى متى يعد سنة؟ إن كان يفعله الإنسان مستعينا به على قيام الليل، على قيام الليل. نعم من بعد في وقت الهاجرة، في وقت الهاجرة يعني من بعد صلاة الظهر إلى قبيل العصر كده.
خلاص؟ أو قبل الظهر أيضاً قبل الظهر حتى لا يفوت الوقت صلاة الظهر لكي ها؟ في بعض المناطق يؤخرون صلاة الظهر. لا، إذا كان الجو حر شديد جداً ويخشون مثلاً شدة الحر على من يذهب إلى المساجد، فينبغي الإبراد بصلاة الظهر. خدت بالك؟ ينبغي الإبراد، وإحنا تكلمنا عن الكلام ده زمان في مسألة وقت الظهر، تحدثنا عن هذه المسألة بما فيه الكفاية يعني. خلاص؟ فالنوم بعد الظهر يعني من السنة اللي هو وقت القيلولة. وأما النوم بعد العصر فهو مكروه، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: من نام بعد العصر فجن فلا يلومن إلا نفسه. كأن الوقت ده بالذات ما فيهوش نوم، يعني ينبغي للإنسان ألا ينام بعد إيه؟ بعد صلاة العصر، لأنه يؤدي إلى اختلاط العقل والعياذ بالله تعالى. اللهم إلا إذا كان الإنسان يعني يخشى يعني كان في شغل شديد وتعب ونام قهرا عنه فلا شيء إن شاء الله، ونسأل الله أن يعصم ويمنع، وكل واحد يكون أمره على حسب نيته التي ينويها يعني. وأما النوم بعد المغرب فهو نوم الغافلين، من المغرب إلى العشاء يسمى نوم الغفلة، نومة الغافلين هذه، ولا ينبغي للمؤمن أن يرى نائما من المغرب إلى الإيه؟ من المغرب إلى العشاء. خلاص؟ وأما النوم بعد العشاء مباشرة، يعني بعد صلاة العشاء مباشرة، فهو المطلوب المستحب. النوم ده هو المطلوب المستحب، لأنه يكره السمر بعد العشاء، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الحديث والثمر بعد إيه؟ بعد صلاة العشاء. نعم. قال الغزالي: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فقال: الصلاة بين العشاءين. نعم. ثم قال: عليكم بالصلاة بين العشاءين، فإنها تذهب بملاغاة النهار وتهذب آخره. ملاغاة يعني بلغو النهار. نعم. كل ما كان في لغو النهار فإن صلاة المغرب صلاة ما بعد المغرب إلى العشاء فإنها تذهب لغو النهار. لماذا؟ لأن صلاة المغرب تعد آخر صلوات الإيه؟ صلوات النهار، يعني هي أول صلاة الليل وآخر صلوات الإيه؟ وآخر صلوات النهار. فدائما الحسنات يذهبن الإيه؟ يذهبن السيئات. فالصلاة فاللغو الشيء الزائد، وأنت حين تصلي زائدا على ما فرض عليك الزائد يذهب الزائد، يعني كده المسألة إيه؟ عقلية حتى، يعني الزائد يذهب الإيه؟ يذهب الزائد. خلاص؟ لأن ما تذهبش هي المعاصي اللي مش لغو، لأن يعني في معاصي لا تسمى لغوة، اللغو اللي هو الكلام الساقط، يعني لا هو في درجة الحسن ولا هو في درجة الإيه؟ السيء، لكن كثرته قد تدعو إلى المؤاخذة عليه، وقد توقع الإنسان في حرج وفي ذنب وإثم والعياذ بالله تبارك وتعالى. فمن أجل ذلك الزائد يذهب الزائد يذهب الزائد. نعم. وتهذب آخره. الملاغاة جمع ملغاة من اللغو، أي تطرح ما على العقل من الباطل واللهو. بضم الميم، ضبطوه بضم الميم. نعم. وأما غير ذلك، أي غير ما ذكر من الجهل بالقراءة في الأوليين بأم القرآن وسورة قصيرة وبأم القرآن فقط سرا في الثالثة، من شأنها أن صفتها كتكبيرة الإحرام ورفع اليدين حذو المنكبين والتكبير في الانحطاط من الركوع وتمكين اليدين من الركبتين إلى غير ذلك مما تقدم، فحكمها فيه كما أي مثل الذي تقدم ذكره في غيرها. نعم. من صلاة الصبح وما بعدها فلا حاجة إلى إعادته. نعم. وأما العشاء الأخيرة، ابن عمر: هذا من لحن الفقهاء، لأنه يوهم أن ثم عشاء أولى وليس كذلك،
فقد قال ابن عمر، ابن عمر يعني يحيى ابن عمر مش ابن عمر اللي هو عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه، لانه ما لوش دعوه بالفقهاء. عبد الله ابن عمر كانوا بياخدوا عنه الفقه يعني، فاصطلاحات الفقهاء اكثرها حدث بعد الصحابه رضوان الله تعالى عليهم. نعم. قال اياد وغيره: لا تسمى المغرب عشاء لا لغة ولا شرع. نعم. وقول مالك ما بين العشاءين ترليب، وهي العتمة، واسم العشاء أخص بها وأولى. ولكن ينظر في هذا، لأنه إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، هذا حديث. فعلى كل حال يعني ينظر في هذا الكلام. نعم. ما معنى تغليب؟ إيه؟ تغليب إيه؟ هنا قال التغليب كما يقال القمران للشمس والقمر، غلبوا القمر على الشمس فنطقوا بهما، ويقال الأبوان للأب والأم. خلاص. فإذا هذا تغليب يسميه العلماء أو يسميه العرب تغليب، كما قالوا في قوله تعالى: وصدقت بكلمات ربها وكانت من القانتين. قالوا هذا على طريق التغليب، لأنه كان يقتضي أن يقول وكانت من القانتات، ولكنه لما قال وكانت من القانتين غلب الذكور على الإناث، فبيسموه إيه؟ يسمونه تغليبا. نعم. واسم العشاء أخص بها وأولى من تسميتها بالعتمة. نعم. وقد تقدم الكلام على هذا في الأوقات. تسميتها بالعتمة اختلف العلماء فيها، هل يجوز إطلاقه على العشاء الأخيرة ولا لا يجوز؟ قال بعضهم: إطلاق العتمة عليها إنما هو أمر فيه قوة وشدة، يعني لا ينبغي أن يطلق عليها لفظ العتمة، خلاص، ولا يتفاءل لها بموضوع العتمة. وقال بعضهم: بل يجوز أن يطلق عليها لفظ العتمة، لأنها تأتي في وقت ظلمة، العشاء تأتي في وقت إيه؟ في وقت ظلمة. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر في قوله: لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح قالوا العتمة هي العشاء. فإذا كان رسول الله سماها بالعتمة يبقى خلاص. قالوا: لا، ده رسول الله سماها بالعتمة لما كان شائعا عندهم من تسميتها بذلك حتى يعرفوها، وأما بعد ذلك فلا ينبغي إطلاق العتمة عليها. وفعلا طالما استقر العشاء عليها وأصبح هذا مصطلحا خاصا بها فلا ينبغي أن تطلق لفظ العتمة على إيه؟ أن يطلق لفظ العتمة على العشاء. نعم. وقد تقدم الكلام على هذا في الأوقات، فيجهر في الأوليين بأم القرآن وسورة في كل ركعة. نعم. في كل ركعة منهما. هذا لا خلاف فيه، وجاءت به الأحاديث الصحيحة. نعم. وقراءتها أي السورة في صلاة العشاء أطول قليلا من القراءة في صلاة العصر. أما موضوع السر والجهر فهذا أمر تعبدي، تعبدنا الله سبحانه وتعالى به، ولا ينبغي أن يسأل عن علته، لأن بعضهم قال إن صلاة النهار في السر، لأن الكافرين في مكة كانوا ينتشرون بالنهار والمؤمنون كانوا ضعاف، فكانوا يسرون بصلاتهم حتى إيه؟ لا يعرف المشركون أماكنهم، وتلك علة يعني فيها نوع من السفه الحقيقي، لأن طبعا لو كان الأمر كذلك فما بالهم في صلاة الجمعة يجهرون بها بالنهار، وفي صلاة العيد يجهرون بها أيضا بالنهار. فين؟ ما هي الجمعة يعني؟ لا، يعني صلاة سرية، وذهبوا أيضا إلى المدينة وقوموا شوكتهم. مثلا، فكيف يعني إذا كيف بقيت الصلاة السرية على هذا الوضع؟ فإذا هذه حكمة لا ينبغي لها أن تكون. كذلك قالوا إن الصلاة بالليل، مع أن يعني المناسب أن تكون الصلاة بالليل سرا، والصلاة بالنهار هي الجهر. لماذا؟ لأن الليل زمان لخلو الأصوات، فأي صوت يستطيع الإنسان أن يسمعه، بخلاف النهار في أصوات كثيرة
ولا يكاد الإنسان يسمع نفسه حتى إذا قرأ سرا. فكان ينبغي في النهار أن يصلى جهرا. فعلى كل حال المسألة تعبدية، وينبغي لنا ألا نبحث عن عن حكمة في هذه المسألة. وهكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قال صلوا كما رأيتموني صلوا كما رأيتموني أصلي. واختلفوا في نوافل النهار هل يجهر بها أو يسر، فقيل يجهر وقيل يسر وقيل يستوي فيها السر السر والجهر، ولكن الأولى له أن يسر بنوافل النهار قياسا على صلوات النهار، ويجهر بنوافل الليل قياسا على على صلاة الليل. وبرضه حتى اللي يرد على الشبهة بتاعت صلاة الليل جهر المشركين، طب بيجهر بيسر بالركعة الأخيرة ليه في المغرب، وبيسر بالركعتين الأخيرتين في العشاء ليه؟ لو كانت العلة هي كده، فإذا العلة بعيدة عن هذه المسألة، إنما هي فعلا على وجه التعبد. نعم. قال ويقرأ في الأخيرتين من العشاء بأم القرآن فقط في كل ركعة سرا. نعم. ثم يفعل في سائرها كما تقدم من الوصف في صلاة الصبح. نعم. وهنا انتهى الكلام على صفة العمل في الصلوات المفروضات، فمن صلاها على ما وضع على ما أنتم تلاحظون هنا أن الإمام المؤلف هو الشيخ ابن أبي زيد يعلمك الصلاة خط كلمة كلمة وخطوة خطوة وحركة الحركة، على غير ما درج عليه الفقهاء بأن يقولوا ويدب كذا وجاز كذا وعليه أن يفعل كذا وكذا، ولا يقولون وتركع وتضع يديك على ركبتيك ثم مش عارف تقول سبحان ربي الأعلى ثم تقول ثم تقول، كأنه بيعلم واحد الصلاة ويلقن الصلاة تلقينا. لماذا؟ لأنه كان قد وضع هذا الكتاب للولدان المبتدئين، وضعه للمبتدئين، والمبتدئون يريدون أن يتعلموا كل حركة وكل قول وكل فعل في مسائل الصلاة، بخلاف الكتب الأخرى التي وضعت فإنها وضعت للعلم ووضعت للمتوسطين أو وضعت للكبار من الناس يعرفين. فمن أجل ذلك كان هذا الكتاب فيه إسهاب شديد، فيه إسهاب شديد، والحمد لله الشيخ أبو الحسن يعني ما خلاش في حاجة تحتاج إلى شيء. نعم رحمه الله. فمن صلاها على ما وصف فقد صلاها على أكمل الهيئات. نعم. وقوله ويكره النوم قبلها أي قبل صلاة العشاء. نعم. الحديث بعدها لغير ضرورة مكرر مع ما تقدم في الأوقات. نعم. ولما قدم الكلام على صفة الصلاة والقراءة وأن منها ما يجهر به ومنها ما يسر به، شرع يبين حقيقة كل منهما. نعم. فقال والقراءة التي يسر بها في الصلاة كلها بالرفع التأكيد للقراءة هي بتحريك اللسان، هذا أدنى السر وأعلاه أن يسمع نفسه فقط. واحترز بتحريك اللسان من أن يقرأ في الصلاة بقلبه فإنها لا تجزئه. هذا مذهبنا نحن، مذهب المالكية، أن أدنى السر حركة اللسان وأعلاه أن يسمع نفسه، وأما عند الشافعية فلا يجزئ عندهم ذلك، فيقولون مجرد الحركة من غير إسماع النفس لا يعد شيئا. يعني إحنا عندنا حركة اللسان سواء أسمع أو لم يسمع، يعني المهم أنه يحرك لسانه بما ينطق به وبما يقرأ، فهذا كاف عندنا. وأما عندهم فيقولون إن حركة اللسان بدون إسماع النفس لا تكفي، ولا يعد قائلها قائل شيء، ولا يعد قائلها قائل كلام، خلاص كده. حتى أن يعني يقولون لو حرك الإنسان لسانه بالطلاق من غير أن يسمع نفسه به لا يقع عليه الطلاق، لا يقع عليه الطلاق. وتلك مسألة حلت مشكلة لإنسان موسوس كان دائما وأبدا
يزعم أنه حرك لسانه بلفظ الطلاق ويأتي ويسأل ومكث معي ليلة كاملة في هذا الأمر، وهو يقول إنه كان في دورة المياه وأحس أنه حرك لسانه به. فالذي أعرفه أنا في مذهبنا أن حركة اللسان يعتد به، فقلت له نعم إذا تحرك لسانك بالطلاق فقد وقع الطلاق. فقال فبقي عندي كأني أنا الذي يعني سأحل له هذا الأمر، وبقي عندي حتى أتعبني ليلة كاملة طول الليل ولا أدري كيف أرد عليه هذه المسألة. وبعدين قلت له بعد ما انتهي قلت له أترك الأمر وإن شاء الله أسأل الله تعالى أن يوفق ونجد لك مخرجا، أنا أريد أن أصرفه عني يعني. ولكن بفضل الله قرأت في كتاب الشافعية أنهم يقولون أن تحريك اللسان عندهم لا يعد كلاما، وبناء على ذلك لا يقع به شيء، تحريك اللسان من غير إسماع النفس. وعلى ذلك لو حرك لسانه عند الشافعية بقراءة الفاتحة فلا تعد قراءته قراءة، بل يجب عليه أن يسمع نفسه عنده. وأما عندنا نحن المالكية فحركة اللسان تعد قراءة خلاص، وتعد طلاقا أيضا حتى سمع أو لم يسمع خلاص. وأما إجراؤها على القلب، إجراء الكلمة على القلب أو إجراء القراءة على القلب لا يعد قراءة عندنا، ولو فكر في القراءة كل التفكير، حتى أنه لو قال والله لا أقرأ القرآن وأجراه على قلبي فإنه لا يحدث، فإنه لا يحدث. طبعا ده الاتفاق يعني عند العلماء جميعا، الإجراء على القلب لا يعد شيئا، إلا أن الخلاف بيننا وبين غيرنا في موضوع حركة اللسان، فالمالكية يعدونها كلاما وقراءة، والشافعية يقولون ليست قراءة ولا تعد كلاما حتى يسمع الإنسان إيه؟ حتى يسمع الإنسان نفسه. نعم. اتفرع على هذه المسألة، لو واحد يقرأ القرآن بنظر دون تحريك لسان لا يعد قارئا، لا يأخذ أجر الحرف اللي بيقرأ، بل لا بد له أن ينطق ويسمع نفسه. عند الشافعية وعند مالك يحرك لسانه ولو لم يسمع نفسه. واحترز بالتكلم بالقرآن أي بالعبارة الدالة على القرآن من أن يقرأ فيها بغيره من التوراة والإنجيل وغيرهما من الكتب المنزلة، فإنها كلمة واحترز بالتكلم بالقرآن بالعبارة الدالة على القرآن هذا كلام فيه تكلف يعني، إنما مسائل العقائد عندهم ومباحث العقائد عندهم أثرت عليهم فتأثروا بها تأثرا كبيرا، لأن القرآن عند أهل التوحيد العقائد يقولون هو قرآن صفة الله كلام الله تعالى القديم واللفظ المنزل اللي هو العبارة ده، فبيفرقوا بين العبارة وبين الإيه وبين الصفة الكلامية صفة نفسية خدت بالك، فأثر عليهم ذلك الأمر حتى أنه قال هنا إذ يتكلم بالقرآن يعني العبارة الدالة على القرآن، وهذا فيه تكلف، لأن القرآن عارفين هو القرآن هو القرآن كلام الله سبحانه وتعالى لفظا ومعنى، نعم لفظا وصفة يعني. نعم. فإنها تقول وأما الجهر فأقله أن يسمع نفسه ومن يليه. التوراة والإنجيل طبعا لا ينبغي للإنسان أن يقرأ بها لأنه مش متعبد بتلاوتها، وكذلك الحديث القدسي وإن كان بعضهم يقول إنه من كلام الله تعالى فإذا قرأ به فإن صلاته تبطل ولا تصح. نعم. وأما الجهر فأقله أن يسمع نفسه ومن يليه وأعلاه لا حد له فكهاني، وانظر ما معنى قوله إن كان وحده. والذي يظهر لي والله أعلم أنه يحترز به من الإمام، فإنه يسمع نفسه ومن خلفه غالبا. بل وإن أسمع الإمام نفسه ومن يليه ولم يسمع من خلفه
صحت صلاته ولا شيء عليه. يعني كلامه هذا يشعر بأن الإمام يجب عليه أن يسمع نفسه ومن يليه ومن خلفه، ولكن لا، إذا قرأ الإمام فأسمع نفسه ومن يليه ولم يسمع من خلفه فإن صلاته إيه؟ فإن صلاته صحيح. نعم. وما ذكره من الفرق بين السفل والجهل فهو في حق الرجل، وأما المرأة فهي دون الرجل في الجهل، وهي أن تسمع نفسها خاصة كالتنبيه، فيكون أعلى جهلها وأدناه وحدها واحدة. وعلى هذا يستوي في حقها السر والجهل، أي مع سر الرجل إذا أعلاه، إذ أعلاه أن يسمع نفسه. ورجل ما ذكر أن صوتها عورة، وربما كان فتنة، ولذلك لا تؤثر اتفاقا. يعني حتى ولو كانت وحدها لربما طرأ عليها من يفتتن بصوتها، ولكن ما يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن وأن تبيع وأن تشتري وأن تكلم الناس بكلام يعني لضرورة اقتضتها لحاجة لها، يجوز لها أن تفعل ذلك خلاص. وأما مسألة أن صوتها عورة ده مطلقا، يعني ينبغي أن ينظر في هذا، كون صوتها عورة مطلقا ينبغي أن ينظر في هذا، بل عليها أن تشتري وتبيع. وأيضا لو كان صوتها عورة مطلقا لما سمع الحديث من النساء، لأن مثلا نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يحدثن بالحديث وكان الصحابة يسمعنهن رضوان الله تعالى عليهن وعليهم، فمن أجل ذلك يعني الكلام فيها عورة، صوتها عورة ليس مطلقا وليس دائما وليس في كل الأحيان. قال بعضهم يحرم على الرجل سماع المرأة الأجنبية إلا لضرورة اقتضت ذلك، فإن كان له ضرورة تقتضي ذلك يجوز له أن يسمع صوتها وأن تكلمه. وأما إذا لم تكن هناك ضرورة من بيع أو شراء أو قضاء أو نحو ذلك فإنه لا ينبغي أن يكلمها ولا أن يستمر في كلامه. فإذا كان الأمر كذلك فسبحان الله، الآن ليس الصوت فقط هو الذي يجري، وإنما الصوت والجسد وكل شيء يعرض ويسمع ويرى بدون أي شيء. فمسائل يعني نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. حكم إلقاء السلام على المرأة لا ينبغي، لا ينبغي أن يلقي السلام على المرأة الأجنبية. طب لو ألقى شخص عليه السلام يجب عليها الرد؟ لا يجب عليها الرد. المرأة الأجنبية إذا ألقي عليها السلام فامتنعت من الرد فلا شيء عليه، بل ينبغي أن لا ترد. وعلينا مولانا. نعم. وإذا هي ألقت السلام خلاص بقى، إذا ألقت السلام هتعمل يرد، يعني هي خلاص صوتها اتسمع، إنما صوتك أنت هيحصل منه إيه يعني. مثلا إذا ألقت هي السلام عليك أن ترد، ولكن أنت تبدأها تلقي عليها السلام لا ينبغي. وبعض العلماء قال يجوز، يعني عندك الأذكار للنووي ذكر هذه المسألة مفصلة، فبعضهم قال يجوز وبعضهم قال لا إيه وبعضهم قال لا يجوز. لكن يبدو والله أعلم أن مسألة أن صوت المرأة عورة دي فيها كلام، يعني مش دايما، لأن إحنا عندنا كثير من النساء كنا يتعلمنا من رسول الله ويكلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قالوا إن كانت هناك ضرورة تقتضيها من علم أو تجارة أو نحو ذلك فتكلمت فلا شيء عليه. ما فيش مشكلة، لكن على كل حال الاحتياط أولى، الاحتياط أولى، لأن في قواعد أخرى تقتضي أن يؤخذ بها بدل الحديث. لأن إحنا دلوقتي لما نيجي نقول إن لمس المرأة حرام مثلا يعني لا يجوز، هل هناك حديث صحيح يدل على أن لمس المرأة والسلام على المرأة لا يجوز؟ ما فيش، كل الأحاديث التي وردت فيها كلام. حديث مسلم فينه؟ ايه؟ قال واليد زناها البطش. ما فيش مشكلة، اليد زناها البطش الضرب. والضرب بالمرأة. فسروها مولانا هنا زناها البطش. بس كلام محتمل.
كلامه محترم خلاص. بدل ان مش معقوله دايما البطش ده معروف انه الضرب، البطش والضرب خدت بالك، فالكلام محتمل يعني كلام صريح يدل على ان كذا. ويقول لك في احاديث ان الرسول لم تمس يده يد امراه ابدا، يقول له برضه ده ليس بصريح في انها عوره، لان يضرب احدكم بمخيط في كذا، برضه الحديث فيه كلام خدت بالك. لكن الذي يستدل به على ان لمس المراه قول الله قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، فاذا كان الله امر بغض البصر والعين لا تختلط باللمس فكيف باللمس بقى؟ ده يبقى غض البصر بقى ايه؟ ده يبقى اللمس بقى اشد، فيبقى تحريم اللمس من باب ايه؟ تحريم اللمس من باب ايه؟ شيخنا سمعت البعض الحدث في هذا المجال يقول ان النظر جائز اذا لم يكن على سبيل الشهوه وغير ذلك، فبالتالي يجوز اللمس اذا لم يكن لمن؟ لمن يجوز النظر لل يعني اذا لم يكن على سبيل الشهوه مثلا، النظر للتعلم مثلا جائز، هو يقول ذلك، فبالتالي يصول. هل الإنسان عندما ينظر يحدد وهل يتحكم في أن تكون النظرة للشهوة أو لغير الشهوة؟ النظرة التي لا تحرم هي النظرة الأولى بدون قصد، وإلا فأنت لو هتخرج في الشارع وتنظر لكل واحدة نظرة أولى، يبقى لما تروح هتنظر ملايين النظرات مش نظرة أولى. لو النظرة الأولى بقى خلاص كل ما تمشي تلاقي واحدة تقول لك النظرة الأولى حلال، لا حتى الأولى ممكن تكون ساعة أستاذ، هو ممكن يمدها، هو حر يقول لك أنا ما صرفتش بصري تبقى لا تزال هي النظرة الأولى، خدت بالك؟ لا هذا كلام يعني ناس بتتحليص في الدين عايزة تلعب مسائل دي. لا يعني كيف تفسر بالضرب وهو قبل يتكلم عن الزنا؟ يعني ممكن يبقى من المبالغات، لان احنا العين زناها النظر، هل العين تزني بالفعل؟ مبالغ. فكذلك مساله كده البطش، برضو البطش ممكن يبقى انواع، يعني من يلمس ليسلم غير من يلمس ليتتبع او ينظر او الى اخره، فلعل مراد الحديث هذا الامر، خدت بالك؟ اه في لمس غير لمس يختلف، احنا بنتكلم عن مطلق اللمس، يعني مطلق لمس المراه كمصافحتها ها فقط، انما لو عايز يلمس بقى حاجه ثانيه ما هو ممكن يبقى زنا بقى، زنا في سبيل المبالغات مبالغ فيه، خدت بالك؟ اذا المصافحه ليست لمس قصد، يعني هو دلوقتي بيتكلموا عن المصافحه دي، لكن هي ابوها مين المصافحه دي؟ ما هو اللمس برضه، ما هو ابوها لمس، خدت بالك؟ فاذا مش عاوزين احنا ننغلق عند اللفظ فقط، لكن اللمس انواع، لمس يكون كذا ولمس يكون، حتى الفقهاء نفسه قال لك ان قصد اللذه وجدها فعليه الوضوء، وان وجد ولم يقصد فعليه الوضوء، وان قصد ولم يجد فعليه الوضوء، وان لم يقصد ولم يجد فلا وجود فلا وضوء عليه، مسائل كثيره جدا، والمساله طويله يعني مش هنقدر احنا نستوفيها الان، الا اننا نتكلم عن مساله الصوت دي. الصوت بعض الناس يبالغون، قالوا اذا كانت المراه ينادى على زوجها تضع يدها في فمها وترد عشان ما تسمعهمش الايه؟ الصوت بتاعها. وعلى كل حال ان كان الامر كذلك فنسال الله السلامه، يعني مسائل صعبه قوي كلها. مولانا يعني نستنتج من الكلام انه هل يجوز المصافحة؟ المصافحة لا تجوز، لا ينبغي. احنا مش قلنا قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، اذا امر بالغض غض البصر فالمصافحة من باب اولى او الملامسة من باب اولى؟ نعم. قال ولذلك لا تؤذن اتفاقا. لا تؤذن اتفاقا، يعني لانه هي لا ينبغي لها ان تؤذن، وليست مطالبة بالاذان لا للنساء ولا للرجال. يعني هي مش مطالبة بالأذان، حتى أن بعضهم قال هل عليها إقامة أو ليس عليها إقامة، فبعضهم قال ليس عليها إقامة، مش ضروري أنها تقيم الصلاة. نعم. حتى لو مع زوجها؟ حتى لو مع زوجها. أمه. نعم.
أم الزوج. فرق بين أن أم المصلي هتأذله يعني تقيم الصلاة، ما هي إحنا بنتكلم في تشريع الإقامة بالنسبة لها لا يكتفى بإقامتها، يعني أم المصلي لا يكتفى بإقامتها بل ينبغي أن يقيمه، ما دام هيصلي هيصلي بيها بقى ينبغي أن يقيمه. ليه؟ لأن إقامته هو مجزوم بسنيتها يعني وإقامتها مختلف فيها. نعم. لو يريد تعليمها مثلا يوريها كيفية الإقامة مثلا، يقيمه ويعرفها وبعدين بعد ما يصلي يقول لها تقيم الصلاة تعملي كذا كذا كذا، ثم هيعلمها الإقامة. ليه؟ إذا كان هي ريحوها من الإقامة خالص وقالوا لها مش ضروري يعلمها الإقامة يعني. نعم. مولانا إمامتها بالنسبة للنساء. نعم. عندنا لا يجوز، المرأة لا تؤم مطلقا لا بنساء ولا برجال مطلقا، وأما الشافعية فقد أجازوا إمامتها بالنساء. خلاص؟ نعم. قال وجاز بيعها وشراؤها للضرورة. نعم. وهي أي المرأة في هيئة الصلاة مثله، أي مثل أي مثل الرجل. تمام. يعني كل ما يفعله الرجل تفعله المرأة، غير أنها تنضم ولا تفرج. نعم. بفتح التاء وسكون الفاء وضم الراء. نعم. وهو تفسير تنضم، فكان ترك الواو أولى. فيصير هكذا غير أنها تنضم لا تفرج. فخذيها ولا عضديها. وقوله وتكون منضمة منزوية تكرار، لأن الانضمام هو الانزواء، وإنما تفعل ذلك مخافة ما يخرج منها لأنها ليست كالرجل. مخافة ما يخرج منها من الريح مثلا، لأن الرجل له قوة يستمسك، وأما المرأة فلينة رخوة، إذا فرجت فخذيها يمكن أن يخرج منها ريح ولا تستطيع أن تتحكم فيه، أو يخرج منها بول ولا تستطيع أن تتحكم فيه، بخلاف الرجل، فالرجل يعني عنده قدرة على التحكم شوية، ربنا عامل له قدرة، إنما هي يعني جسدها رخو فلا تتحكم، فلذلك ينبغي أن تنضم ولا تجنح إذا ركعت ولا إذا سجدت ولا تجافي أعضاءها ولا كذا، إنما تنضم وتنزوي. وهو أستر لها كمان، يعني حتى بصرف النظر عن الريح والخروج برضو ذلك أستر لها. نعم. وهي مبنية على الستر دائما. قال كأن قائلا قال له أين تكون بهذه الحالة، فقال في جلوسها وسجودها وأمرها أي شأنها كله، كل صلاتها. وما ذكره رواية ابن أبي زياد ابن وما ذكره رواية ابن زياد عن مالك، وهو خلاف قول ابن القاسم في المدونة، لأنه ساوى بين الرجل والمرأة في الهيئة. حتى في الركوع وفي السجود وكذا وكذا وكذا، لكن الراجح ما تقدم، لأنه هذا ما مشى عليه التبديل وخليل وغيره. نعم. ثم بعد أن يصلي العشاء يصلي بعدها الشفع ركعتين، وهل يشترط أن يخصهما بنية أو يكتفي بأي ركعتين؟ كانتا قولان ظاهرهما الثاني، لما صح أنه صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى. طيب، هل يا ترى يشترط أن يخصهما بنية أو لا؟ اللي هما الشفع دول الركعتين اللي هما بعد العشاء اللي قبل الوتر. هذا الخلاف مبني على خلاف آخر، هو هل تقدم الشفع على الوتر شرط كمال أو شرط صحة؟ صحة للوتر يعني، يعني صحة الوتر، هل يشترط لصحة الوتر ركعتان قبله ضروري يعني، ولا هذا شرط كمال فقط يعني يستحب له ركعتان قبله؟ فمن قال شرط صحة قال يجب أن يخصهما بنية، فيقول أصلي ركعتي الشفع على أنهما مقدما للوتر، لأن الوتر عندنا احنا ركعة واحدة بس فقط، خلاص ركعة واحدة فقط، فبناء على ذلك يبقى ركعتين الشفع شرط صحة لصلاة الوتر. وعلى ذلك إذا صليت الوتر
بدون أن تصلي ركعتي الشفع فالوتر باطل، وعليك أن تعيده استنانا. استنانا يعني لأنه هو في الأصل إيه؟ في الأصل سنة، وعلى ذلك يكره لك أن تدخل فيه من غير ركعتين، لأنك تقبل على صلاة باطلة اختل شرطها، اختل شرطها. والرأي الثاني وهو الرأي الراجح أن تقدم الشفع على الوتر شرط كمال فقط، وبناء على ذلك إذا صلى الوتر بدون الشفع أجزأه ذلك ولا يعيد، وإن أراد أن يعيد ندبا أعاد، وإن لم يعيد فلا شيء عليه. يبقى إذا تقدم الشفع على الوتر مندوب، اللي هو قال عليه شرط كمال ده، ولا يخصه بنية ساعتها، ما دام هو مندوب يبقى لا يخص بنية لأنه شرط كمال، خلاص. وأما من قال إنه شرط صحة فيجب أن يخصه بنية خاصة، خلاص. نعم. هل هو مباشرة يصلي الوقت بعدها أو لا؟ ممكن قيل وقيل، يعني الأولى أنه إذا صلى بعدها مباشرة أجزأ، فإذا طال طولا عرفا ينبغي إعادة الركعتين. وعلى ذلك إذا كنا في رمضان وكنا عاوزين نتهجد بالليل مثلا، ينبغي أن يصلى الشفع قبل الوتر مباشرة، يعني بعد صلاة العشاء نؤخر، وبعد التراويح نؤخر الشفع والوتر، وده اللي بيحصل دلوقتي حاليا. نعم. يا ولد الشيخ لم يذكر ركعتين مستحبتين وركعتين يعني بعد الشفع نصليهم ركعتين سنة مؤكدة قبل الشفع عند المالكية الأئمية؟ لا مفيش، لا هم ركعتين الشفع فقط، ركعتين اللي بعد العشاء هم بس اللي بعد الشفع، هم الشفع دول. نعم. لما صح أنه صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم فوات الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. طيب إحنا دخلنا في 12 ونص أظن، مش كده برضو؟ يعني نكتفي بهذا، هو 11 ونص، لكن للأسف نسأل الله أن يعافينا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. لا احنا عندنا الفصل، احنا عندنا الفصل، لان احنا عندنا صلاة الليل مثنى مثنى، فالفصل اولى. نعم. سبحانك الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عافاكم الله يا سيدي.